أنا سعيد من اللي دعينا لهذا اللقاء هذا. كنا كنتوقعوا أنه يكون واحد العدد كبير، ولكن إلى لاحظتوا كان انخراط جميع مكونات الجامعة، طلبة، أساتذة، موظفين، المدرج كان مليء عن آخره. صراحة كان انخراط كبير ديال جميع الطاقات اللي عندنا باش إن شاء الله نوضعوا واحد تصور مندمج ديال إصلاح التعليم العالي بجميع الجوانب ديالو. الورشات غادي تنطلق دابا، وأنا عندي اليقين أنه الكل غادي يعبر على، ماشي غادي نبقاو نهضروا على المشاكل حنا عارفينها، الكل غادي يقدم اقتراحات إن شاء الله باش نزيدوا القدام. وهذه غير حلقة من الحلقات اللي هي مبرمجة في المستقبل باش ان شاء الله العمل ديالنا يكون متكامل على الصعيد الاقليمين جديده ودكلاء، وكذلك على صعيد جهه الدار البيضاء سطات. وكما شفتوا العمل مع جهه الدار البيضاء سطات انطلق هذه تقريبا اسبوعين، والبوادر الاولى ديال هذه اللقاءات بدات كتبان بانها ايجابيه جدا ان شاء الله. وبهذا التضافر الجهد ديال جميع الفاعلين داخل مباشره او طريقه غير مباشره مع الجامعه سيعطي الاكل ديالو. انا متيقن بان هذه الطريق الصحيح اللي احنا متابعين، اللي غادي يوصلنا النتيجه اللي احنا كنتوخاوها. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تندرج هاد اللقاءات اللي تنظمها جامعة شعيب الدكالي في إطار المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وهذا يعني واحد المناظرة اللي هي محلية في انتظار تهيئ للمناظرة الجهوية والوطنية. والهدف من هاد المناظرة هو الإشراك الجميع الفاعلين داخل الجامعة من أساتذة وإداريين وطلبة، وكذلك الانفتاح على المحيط سوسيو اقتصادي بإشراك كل من جميع الفاعلين الاقتصاديين ضمنهم اتحاد المقاولات المغرب، وكذلك الجمعيات والمنظمات سميتو الغير الحكومية التي تندرج في إطار تفعيل النموذج التنموي الجديد، وكذلك الجهوية الموسعة التي يتم تنزيلها في المملكة المغربية. وشكرا. السلام عليكم. أمي مرح صيري، شعبة اللغة العربية، طالبة في شعبة اللغة العربية. اليوم أتواجد بندوة خاصة ب يعني ندوة تعالج قضية منظومة التعليم والمشاكل التي تواجهها. فهذه الندوة أرى أنها يعني مهمة ولها جانب إيجابي، بحيث أنها يعني تعالج وتعطي فرصة للطالب لكي يتحدث عن المشاكل التي يواجهها. السلام عليكم. معكم يونس جوجاج، كنقرا في كلية الحقوق العام الثاني. الجامعة عطاتنا فرصة باش نهضروا ويفتحوا لنا مجال النقاش ويشوفوا المعاناة ديال الطلبة من حيث النقل ومن حيث أي حاجة. وكنشكروا الجميع على هذا النقاش هذا، وشكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.